أهلا بكم مشاهدينا من جديد. لم تصفق إسرائيل بعد من هول الصدمة التي سببتها حادثة قتل 3 من جنودها على الحدود مع مصر. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه بعث برسالة وصفها بالواضحة إلى مصر، مضيفا أن التحقيقات المشتركة مع القاهرة جارية على قدم وساق. وتشير التقديرات الإسرائيلية الأولية إلى أن مطلق النار جهاديون نفذ العملية بشكل فردي. مع ذلك تبقى هناك أسئلة كثيرة حول كيفية حدوث هذا الاختراق الأمني الخطير. ما مستقبل العلاقات بين البلدين؟ وهل فعلا حادثة إطلاق النار فردية بالمطلق أم لا يمكن فصلها عن المناخ الشعبي المصري العام والتطورات الإقليمية من حول إسرائيل؟ هجوم إرهابي ومأساوي، وصف نعت به رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مقتل 3 جنود إسرائيليين برصاص جندي مصري على الحدود المصرية الإسرائيلية، عملية حاولت القاهرة تبريرها بمطاردة عناصر تهريب المخدرات، تبرير لم يقنع إسرائيل التي هاجم بعض سياسييها الموقف المصري ووصفوه بالمخجل. رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي هيرتسي هليفي أشار إلى أن الجيش يجري تحقيقا في الحادث مع الجيش المصري وأنه سيتم استخلاص العبر وفق تعبيره. إسرائيل وصفت إعلان الجيش المصري بأن الحادث نتج عن خلل وقع خلال مداهمة لمهربين مخدرات بالغريب، إلا أن الناطقين الرسميين امتنعا عن مهاجمة مصر. عملية السبت أعادت للذاكرة سلسلة من العمليات المسلحة ضد الجيش الإسرائيلي انطلاقا من سيناء، كان منفذوها جنودا مصريين، أشهرها تلك التي عرفت بعملية رأس النقب عام 90 نفذها سليمان خاطر جندي مصري قتل 21 إسرائيلي. مصادر عسكرية إسرائيلية قالت إن الجيش المصري لا يرسل خيرة ضباطه وذوي الكفاءة العالية لتأمين الحدود، إلا أن لا خيار لإسرائيل سوى الحفاظ على التعاون الأمني بين البلدين. الانتقادات الموجهة للجانب المصري لم تخفي ضرورة فحص الجانب الإسرائيلي دوره في الإخفاق الذي حصل عند حدود السلام والتي يأمل الإسرائيليون أن تبقى كذلك. وحول هذا الموضوع انضم إلينا في الاستوديو سيد يورام إتنجر القنصل الإسرائيلي الأسبق في الولايات المتحدة، ومن القدس دكتور مئير مصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية، ومن القاهرة العميد سمير راغب الخبير العسكري والاستراتيجي. أبدأ معك سيد سمير. سيد سمير، الآن قيل إن التحقيقات المشتركة لا تزال جارية، برأيك إلى ما سوف تخلص هذه التحقيقات، خاصة بالنظر إلى معطيات من بينها أن الرواية المصرية مختلفة تماما عن نظراتها الإسرائيلية؟ مساء الخير بشار. الاتحاد دي بيقوموا بيها متخصصين مش هواة، واللغة بينهم مشتركة، وهناك آلية لمثل هكذا حوادث، سواء كان بناء على الملحة الأمن لاتفاقية السلام أو بناء على التراكم العلاقات اللي حصل من عام 79 حتى الآن 44 سنة. الجانب المصري حتى الآن هو بيانه واضح، وأعتقد أنا كلمت فيه معكم ودي وجهة نظره. الجانب الإسرائيلي لو كان عنده أدلة يقدمها للجانب المصري، وفي جزء ما يتعلق بتاريخ المجند. لو تذكرنا بالموقف المصري سيد سمير فقط لكي نعرف ما هي وجهة النظر المصرية حتى الآن. وجهة النظر ان هو الجندي كان او فرد الامن كما وصفه البيان كان بيطارد مهربين مخدرات عبر الحدود، عبر وراهم وعزوا الضحايا، والباقي الروايه يعني ما كانش فيه، وكان البيان صغير مقتضب. بس انا عندي تعليق على التقدير، التقرير الافتتاحي، مصر بترسل افضل رجالها في سيناء لأنها هي جبهة المواجهة سواء لمكافحة الإرهاب أو لمكافحة التهريب. فمش صح فكرة أن مصر ما عندهاش مكان أغلى من سيناء يعني. فبالتالي القيادة السياسية نفسها بتهتم، الأجهزة الأمنية بتهتم. ما أعتقدش أن لما نتكلم في حادثتين ولم تكن مثل هكذا بشار يعني صحيح. ما حصلش أن جندي عبر الحدود. سليمان خاطر ضرب نار، أيمن حسن ضرب نار، مدرعة سروها إرهابيين دخلت أمطار كرم أبو سالم، لكن لم يحدث. فلما نتكلم في 44 سنة في السنوات السابقة نعم بالضبط،
ننظر للجانب الآخر من الصورة، نعم، أو يعني الجانب الآخر من الجبل، هنلاقي أن مصر رغم أنها عانت أكبر موجة إرهاب ربما في تاريخ الإرهاب اللي حصل في المنطقة، إلى أن يعني لم ينجح العناصر الإرهابية في العبور للجانب الآخر، ما كانش في الوقت ده يعني حوادث استثنائية، ومصر كانت الأحرص على هذه الحدود بحسب وجهة نظري. طيب اسمح لي أن أعطي الفرصة لباقي الضيوف. دكتور مئير، برأيك ما هي الرسالة الواضحة التي نقلها نتنياهو لمصر وتحدث عنها، وهل فعلا الأمور تبدو بهذه الإيجابية فيما يخص العلاقات بين البلدين، أو ربما هناك توتر أو رسائل ما من خلف الكواليس أو غضب ما من جهة تجاه جهة؟ شكرا لك على الدعوة أستاذ بشار، تحياتي لك ولضيوفك الكرام. دعني أتفق مع الضيف من القاهرة في نقطة هامة، وهو أن مصدر المعلومة يجب أن يكون التحقيق، نحن لا خلاف في هذا. فيما يتعلق بالعلاقات الإسرائيلية المصرية، العلاقات الإسرائيلية المصرية هي علاقات منضبطة، وهي علاقة استراتيجية بين البلدين. عملت إسرائيل وعملت مصر كذلك على الحفاظ عليها على مدى ما يقرب النصف قرن. وصحيح أنه عدد الحوادث قد لا تذكر عددا، ولكن أين هي الإشكالية؟ وكما أنه أريد أن أقول بأنه أن ينطلق جندي مسلح ويقوم بعمل إرهابي، هذا لا يدين الدولة المصرية أو الجيش المصري، ولكن الإشكالية أتت من البيان، صيغة البيان الذي صدر عن القاهرة، والذي بدأ بتعزية جميع الأطراف أو الاستياء لمقتل الجميع، وكأنه يضع القاتل والمقتولين في نفس المرتبة قبل أن يكون هناك تحقيق. وأنا أتفق مع هذه الصيغة، أنا يجب أن يكون هناك تحقيق. هل تعتقد أن هذه الرسالة التي أرسلها نتنياهو اليوم أنه غاضب لهذه الصياغة ورد عليها؟ أنا لم أستمع إلى السؤال. هل تعتقد بأن ما قلته أنت هو فحوى الرسالة التي نقلها نتنياهو اليوم لمصر؟ لأن البيان المصري نعرفه منذ وقت سابق. هو أنا أعتقد أن رئيس الحكومة كان مهذب للغاية، وكذلك البيانات التي صدرت عن الحكومة ووصفت البيان المصري بالغريب، هذا أقل وصف، لأنه البيان في الواقع كان غير مسؤول، وليس فقط غريب، غير مسؤول على الإطلاق، وفيه نوع من اللامبالاة، عوضا طبعا عن التهليل الذي أصاب الإعلام المصري وشخصيات بارزة في مصر عرفت المجرم القاتل بأنه بطل شجاع. وبالمناسبة لدينا كاميرات، وهذه الكاميرات فرغت اليوم، وهناك بالدليل القاطع ما يثبت بأن القاتل تخطى الحدود بين البلدين ساعات عديدة بعد الانتهاء من مسألة مطاردة تجار المخدرات على الحدود بالساعة الثانية ونصف قبل يومين، وبعد أن اقتحم الحدود دخل إلى المعبر وقتل جنديين قنصا، بدون كان لم يكن هناك أي تبادل إطلاق النار وفقا للكاميرات التي فرغت، وبعد ذلك دخل في العمق الإسرائيلي كيلومتر ونصف، وبعد أن اختبأ لمدة خمس ساعات خرج من مخبئه ليقتل المزيد من الجنود الإسرائيليين. هذا عمل إرهابي في واضح النهار واضح المعالم. بالتوازي مع ذلك أنا أتفهم، بالتوازي مع ذلك هذا دكتور أيضا فضح إخفاقا أمنيا إسرائيليا، كيف حصل كل هذا؟ طيب سوف أعود لك يا دكتور، اسمح لي أن أذهب للسيد يورم. سيد يورم، صحيح بأن هذه الحادثة تضاف إلى حوادث أخرى سابقة جرت على الحدود تعتبر استثنائية، لكن هل هي مصادفة أن هذا الأمر يتزامن مع تحولات في الإقليم، مثال عليها تقارب إيراني مصري؟ يعني يدعتي من وجهة نظري مركزي، المسألة الأساسية هي ليست التحقيقات، لماذا وقعت هذه العملية. هذه العملية تكشف مشكلة مصرية داخلية بين مصر القومية وبين مصر الإسلامية، بين القوى التي ترى بالنظام المصري نظام يتناقض مع فكرة الدولة الإسلامية كما يراها الإخوان المسلمون، وبين النظام المصري. نحن نتحدث هنا عن صراع داخل سيناء، صراع قاسٍ بين النظام المصري مقابل أولئك الإرهابيون
المسلمون الذين يسعون لإقامة دولة إسلامية شاملة وإسقاط كل الدول الوطنية. نحن نتحدث هنا عن السياسة الأمريكية في المنطقة التي للأسف في هذه المرحلة منذ دخول وزير الخارجية بلينكن, وبلينكن هو الرجل الأساسي في رسم السياسة الخارجية والسياسة الأمنية الأمريكية, هو يؤمن بالضغط على مصر والسعودية وعلى الإمارات واحتضان الإخوان المسلمين واحتضان إيران. هذه العملية التي حدثت هي انعكاس لخطورة البركان الذي يمكن أن ينفجر إذا ما استمرت هذه السياسة الأمريكية في تجاهل الواقع الشرق أوسطي الذي هو مليء بالمخاطر التي تحوم حول السياسة الأمريكية. لذلك حل هذا الحادث المؤسف هو العودة إلى الواقع والتعاون سويا. هناك مصلحة مشتركة للنظام المصري والحكومة الإسرائيلية والأمريكية في محاربة القوى التي تنادي بإسقاط الأنظمة السنية المؤيدة للولايات المتحدة. سيد سمير, أحب أن أسمع رأيك حول ما قاله سيد يورم. قال إن ما حصل وإن وصفته بالاستثنائي يعكس التضاد بين قوى سلمية وقوى ظلمية بمصر, وأيضا يعكس الحالة الأمريكية المتردية في المنطقة والحالة المتعاظمة كما يبدو لإيران. هو الحقيقة أنتوا الاثنين رحتوا في حتة بعيدة, يعني أنت رحت إيران ورحت حتة كبيرة, بس خلينا رد على الضيف من خارج الاستوديو. هو أنا أتحفظ على وصف البيان العسكري بالغير مسؤول, وأنا مانيش عاجز إن أنا أقول بيان رئيس الحكومة الإسرائيلية غير مسؤول وغير منضبط وغير احترافي, لأنه هو بنى على حقائق بدون أي تحقيقات. وحتى لو في تحقيقات, ممكن الجانب المصري عنده دوسيل عسكري, ملف العسكري, عنده قرائن, لكن هو عنده إيه اللي عند إسرائيل تقول هذا متطرف عشان معاه مصحف؟ شيل مصحف في جيبه؟ ما هو معظم الناس بتشيل مصحف, يعني وصفوه بالإسلامي, وصفوه بعلاقات بحماس, وحط الرسمي على الغير رسمي. يعني هو بيطلع يكتب على السوشيال ميديا وبيكتب حاجات تسيء لمصر, أو ما خدها على إسرائيل, أو أنا طلعت كتبت, أو أي حد طلع كتب. هو حط يعني يعني في جزء أنا لما باجي أتكلم بقول ده الكلام ده البيان الرسمي وده وجهة نظري, هو حط الاثنين على بعض. فلو حد بيسمعنا هتخيل ان مصر عملت كده. ومين مين اللي وصف الحادثه؟ هي مصر اللي وصفت الحادثه؟ مصر ما تعرفش ايه اللي حصل. سيسمي فقط في الاسوار عدد المقاطع وصف اللي وصف الحادثه الجانب الاسرائيلي. حد طلع على السوشيال ميديا كتب, ما يكتب سيد سمير, ما بحاسبش على الكتابه, بحاسب على الفعل. سيد سمير, اريد ان اخذ معك الان, لا نريد أن نبقى فقط في هذه الحادثة. الآن إن لاحظت الكثير من المحللين والمراقبين والصحف اليوم قالوا لا يمكن فصل ما جرى عن السياق الإقليمي العام, من وضع إيران, من الحالة التي تبدو فيها أو اعتبار الكثير من دول المنطقة أن هناك تآكل في الردع الإسرائيلي, ولذلك توجب التصرف سواء كان على شكل فردي أو على شكل مجموعات. هذه هي النقطة التي أريد أن نتطرق إليها. معك في فكرة برضو اللي هو الأوفر رياكت. المصريين مواقفهم ما تقدرش الدولة تغيرها. يعني حد بيحب إسرائيل أو ليه موقف من إسرائيل مبني على تصرفات إسرائيل في الأماكن المحتلة وفي الأقصى, والإعلام بينقل والناس بتتأثر. لكن مصر كدولة محترمة بتحترم اتفاقياتها مسؤولة عن إن ما يتمش فعل ضد إسرائيل سواء كان من مدني أو عسكري. لكن الواحد عايز يعبر, طب ما انتوا عندكم ناس في إسرائيل بتطلع تعترض, في ناس إسرائيليين يهود وحتى منهم صهيونيين بيعترضوا على ممارسات الاحتلال. فده نفصل ما بين حاجتين. في اتجاه, لكن بقى فكرة إيران, ايه دخل إيران في الموضوع؟ احنا حتى الآن لسه في مرحلة إعادة علاقات مع إيران, وإيران ليس لها تأثير بقوة ناعمة على المصريين, وما عندهاش, ما عندناش فكرة التشيع والقصص اللي موجودة في مناطق أخرى. إحنا دولة فيها وحدة وطنية, فيها نقاء مذهبي بالنسبة للسنة, وفي مسيحيين بيعيشوا معنا
في وحده وطنيه، ولو يهود هيعيشوا معانا برضو ما فيش مشكله، ما عندناش فكره وما فيش عند المصريين عداء للساميه لاننا ساميين، فبعدش ان احنا بنعادي الساميه. ما فيش ما عندنا عداء لليهود لان احنا مش بنعادي اديان. ففكره ربط، لكن ممكن ان يكون حد عنده فكره لما يدخل الجيش عندي ملوش دعوه بالفكره بتاعته. هو منضبط سأعود لك يا سيد سمير، لا يتكلم في سياسه ولا يحكي في سياسه ولا يعبر عن مواقف ولا ينفذ. سأعود لك يا سيد سمير. دكتور مير، ما اثر ذلك برايك على العلاقات بين البلدين؟ صحيح هناك اصرار انها متينه وقويه، لكن ايضا لا يمكن ان نعزل احداث حصلت من موضوع ما سمي وحده الساحات واطلاق صاروخ جرى من سيناء من هذه الجماعات الجهادية من سيناء تجاه إسرائيل. هو أنا لا أعتقد أنه سوف يؤثر على العلاقة لسبب بسيط، وهو أن إذا كنا نتحدث عن العلاقة الشعبية بين المجتمعين المدنيين فهي علاقة هابطة ومنخفضة للغاية، وبالتالي هذا لن يؤثر عليه. أما فيما يتعلق بالعلاقة بين الحكومتين فهي علاقة مبنية على البعد الاستراتيجي والبعد السياسي، وبالتالي لن تتأثر كذلك، بالعكس سوف يكون نتيجة لما حدث هو أن يكون هناك مزيد من التنسيق بين أورشليم القدس والقاهرة حتى لا تتكرر مثل هذه الأحداث المأساوية. ولكن أستاذ بشار، الذي يمكن قد يتأثر ربما السياحة المصرية إلى حد يعني لا يجب المبالغة فيه، ولكن على الأقل في الأشهر القادمة ربما ينخفض عدد السياح الإسرائيليين الذين يذهبون إلى شبه جزيرة سيناء. وبالمناسبة أريد هنا أن أوضح بأنه عكس الصورة السائدة، لأننا نحن نتحدث هنا عن تجار المخدرات والمطاردة، هناك الصورة النمطية وتصور سائد لدى الكثير من المصريين ينميه الإعلام المصري وتغذيه كذلك أعمال فنية مصرية كثيرة، تصور وكأن إسرائيل هي مصدر دخول المخدرات إلى مصر، بحين أنه في إسرائيل لدينا صورة عكسية أن المخدرات تأتي، وهي تأتي كذلك من شبه جزيرة سيناء حيث هناك تزرع المخدرات وتدخل إلى دكتور مئي، فقط لوسع هنا النقاش، تفضل. لم يتهم أحد على الإطلاق مصر أو الحكومة المصرية. وفيما يتعلق بمسألة أن هناك معارضين في إسرائيل، نعم هناك من يعارض الحكومة في إسرائيل، ولكن نحن ما رأينا على وسائل الإعلام المصرية وما أنا أراه على حسابي بتويتر هي آلاف مؤلفة من التعليقات أحفاد القردة والخنازير سوف نقتلكم جميعا، سوف يأتي دورك، كل هذه الأشياء تحريض على الإرهاب وعلى العنف وعلى الكراهية. هذه ليست المسألة معارضة لسياسة حكومة أو لسياسة دولة ما. أستاذي نقطة أخيرة اسمح لي بشار، الموضوع خطير، مسألة أنه الحديث بأن إسرائيل اتهمت القاتل الذي قام بعملية القتل بأنه إسلامي أو لديه مصحف أو شيء، هذا غير صحيح، هذه فرضية، ولكن ليس لأن لديه مصحف. بالمناسبة هذه وصلت هذه النقطة. دكتور مي دعني أعطي الفرصة سيد يورام، أنت قلت قبل قليل إن ما يحصل يعكس الوضع الأمريكي المتردي، إذن ما هي أولويات الولايات المتحدة الآن؟ ألم تعلن سابقا أنها ملتزمة بتعميق اتفاقيات إبراهيم وبجعل العلاقات حميمية بين إسرائيل والمنطقة؟ ونحن نرى بأنه الجو ربما قسم الجو الشعب المصري مناف لذلك أو ضد ذلك. مدنيوت السياسة مرة أخرى لوزير الخارجية الأمريكي بلينكن الذي هو اللاعب الأساسي في واشنطن في رسم الأمن القومي والسياسة الخارجية، هذه السياسة هي واضحة وهي عكسية من اتفاقيات إبراهيم. اتفاقيات إبراهيم وصلت إلى ما وصلت إليه لأنه تم تجاوز الملف الفلسطيني ولم يضعوا الملف الفلسطيني أن يشكل عائق أمام السلام، وبدلا من التركيز على مصالح السلطة الفلسطينية الدول تركز على مصالحها هي، مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان. هدف أنتوني بلينكن وزير الخارجية هو ممارسة الضغط على إسرائيل
شيفات لإعادة الملف الفلسطيني إلى وسط الساحة والعودة إلى المعادلة التي فشلت المرة تلو الأخرى. هناك عشرات المبادرات لوزارة الخارجية الأمريكية، مبادرات فشلت جميعها لأنها ركزت على الملف الفلسطيني بالتوازي. نحن نرى أن الأمريكيون طوقون للحصول إلى اتفاق مجدد مع إيران رغم 43 عام من حكم الملالي الذي أثبتوا أنهم نظام ليس ذي مصداقية في كل ما يتعلق بالمفاوضات. هذا نظام مستمر في تطوير سياسة واضحة جذورها تعود إلى 1400 عام، وهدفها جلب اختفاء الشيطان الأكبر الأمريكي الذي نراه في سيناء الآن. هذه المعركة المحقة التي يقوم بها الجيش المصري أمام الإرهابيين الإسلاميين في نصف في شبه جزيرة سيناء، هذه المعركة تواجه عائق كبير، ألا وهي السياسة الأمريكية التي لا تقصد ولكنها تشكل دعما للعناصر المعادية للولايات المتحدة، العناصر الإسلامية المعادية لمصر وللسعودية وللإمارات. سيد رام، أريد أن أسألك سؤالا إضافيا بمعنى آخر، هل نشاهده الآن مثالا على نتائج الدور الأمريكي الآخذ في التراجع في المنطقة والذي نلمسه لدى أعداء إسرائيل سواء كانوا جماعات أو أفراد من مصر أو سوريا أو لبنان؟ لا صفك، لا شك، هذه سياسة تريد تقليص الدور الأمريكي في الشرق الأوسط من خلال وهم، وهذا وهم من أنه يمكن أن نبتعد عن الإرهاب الإسلامي المعادي للولايات المتحدة سواء كان في أفغانستان أو العراق أو سوريا. هناك واقع، والواقع هو أنه لا يمكن أن نبتعد عن الإرهاب الإسلامي لأن الهدف بعيد المدى للإرهاب الإسلامي هو التغلب على الولايات المتحدة، والخيار هو هل سيتم ذلك في الشرق الأوسط أو في على داخل أراضي الولايات المتحدة كما حصل في عمليات سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. هناك فرق بين انسحاب أمريكا من فيتنام، لم تطمح أبدا في التغلب على الولايات المتحدة بداخل الولايات المتحدة. الإرهاب الإسلامي لديه هذا الطموح، يريد استعباد الكافر الغربي وعلى رأسه الشيطان الأمريكي. سيد سمير، برأيك هل دعوة زعيمي حماس والجهاد هنية والنخارة من قبل المخابرات المصرية لها علاقة بما يحصل اليوم؟ أذكرك بأن لطالما كانت لهذه الحركات الفلسطينية أيضا دور فيما يحصل بسيناء من تهريب وإطلاق نار. خط أحمر يا بشار، حماس والجهاد بالذات مصر ما يقدروش يخالفوا اتفاقاتها معاهم، ولو يقدروا يأمنوا الحدود زيادة هيأمنوها. انا بقولك كلام حد يعني عارف، مش كلام الضيف بقى اللي هو بيطلع يقول اي كلام زي الضيف اللي مش عارف الاعلام الرسمي من الاعلام الخاص. الاعلام الرسمي يا سادة مش ممكن يتعرض لاسرائيل باي سوء، وفي اتفاقيه سلام احنا بنركز في الملح العسكري بس في ملح اخرى بتتكلم على الاعلام. اتحدى لو حد جاب لي اي مقطع فيديو في قناه رسميه مصريه بتتكلم على اسرائيل في خلط ما بين ضيوف مصريين بيطلع يحكوا في قنوات ثانيه. هذا ليس موضوع ضيوف مصري طلع في لا نريد ان نختار ولا قناه، لم احد يتهم لم يتهم احد المنظومه السياسيه المصريه، وليس هذا موضوعنا. لكن موضوعنا زي ما تم قاله سيد يورو قبل قليل، قال هناك حاله من حشد من جماعات وصفها بالاسلاميه في المنطقه بالنظر الى ما يحصل في الاقليم، وهو ما له علاقه بشكل باخر بالعمليه الاخيره في على الحدود. الضيف نفسه اللي ضيف الاستوديو اتكلم على ان مصر من اكبر الدول اللي حاربت فكره الجماعات التكفيريه والتطرف العنيف، والحرب كبيره مع الاخوان المسلمين. مصر حريصه تماما على وسطيه الدوله وعلى مدنيه الدوله وبتكافحها في كل الابعاد.
في بعد الفكرة وبعد الإعلام وبعد قبول الآخر وبعد الثقافة وبعد التنمية. فمصر يعني الإرهاب عدو الجميع، واللي بيتكلم على أمريكا، لو سألت الإسرائيلي هقول لك أمريكا ضرتنا، ولو سألت العراقي هقول لك ضرتنا. أمريكا من بعد 9/11 من حدث سبتمبر خربت الدنيا، وقعت العراق، وبعدها جت ما أطلق عليها الربيع العربي، وقعت سوريا، ويعني طبعا بقى النظام لكن الدولة تضررت. وبدل ما كانت إسرائيل عندها حدود مع دولة في كيان تتحاور معاه حتى عن طريق وسطاء، أصبحت فوضى، فوضى في ليبيا، فوضى في الصومال، فوضى في كل حتة. إحنا بنعاني، واللي خلق التطرف العنيف وفكرة رفض الآخر هي أمريكا. وجزء كبير من الشعور المعادي لإسرائيل فكرة إن أمريكا منحازة لإسرائيل ولا تنحاز للقضية. لما نفقد العدالة، جملة أخيرة من سيد من دكتور من دكتور مير، الإرهاب آخر جملة، العدالة هو السبب الرئيسي في الإرهاب. نص الجملة دكتور مير، الناس هتغير نظرتها ليكم، وحنعيش مشترك. انتهى الوقت للأسف، سوف أعطيك الفرصة دكتور مير ربما في وقت بعد. للأسف انتهى الوقت دكتور مير مصري، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية من القدس، ومن القاهرة سيد سمير راغب خبير شؤون العسكرية، وهنا سيد يورام إتنجر القنصل الإسرائيلي الأسبق في الولايات المتحدة. شكرا جزيلا لكم.